كريم زيان يدير بالحاج يطلب الكرة، كريم زيان ضيع ثم يستعيد هذه الكرة مرة ثانية. دائما كريم زيان في هذه الكرة ما فيش حلول كثير أمامه إلى الجهة اليمنى. والموجود مطمور، مطمور مطمور كريم، وضعية جيدة، مطمور 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 دفاعين وهجومين. نعم من جديد محاولة والإبعاد وواحد مقابل لا شيء، ها هو مطمور يحاول مجهود فردي، أرضية صعبة على مرمى الحارس عصام الحضري من مطمور كريم، يتمكن من فك العقدة والشفرة واللغز واللغز الذي كان محيرا طيلة الوقت الذي سبق. كم هي صعبة هذه التسديدة وفرحة احمد حسن القائل. اهل عليك يا عصام يا حضري، كان عليك انت. زياني كريم ومنصور يتلاعب بالكره وهناك صيحات وازيجه مرفوقه لهذه التمريرات هيلة لزياني كريم، يحاول ان يمر وان يتقدم الى الامام بين رائعه في الوضع يتسلل. يا سلام لله. قالها سعدان جبور رائع، الكرة البينية الجميلة الرائعة، شاهدوا معنا في سقف المرمى من كريم الزياني، كرة سحرية بينية لجبور وفي مرمى الحارس عصام الحضري ثلاثية. سيناريو من إخراج وابتكار جزائري ولا في الأحلام، ما كان أحد ينتظر مثل السيناريو. ممتازة، عمل ممتاز من المنتخب الجزائري. لا وجود لوضعية التسلل، جبور انسلى وانفلت وتقدم وباليسرى سقط السقف وفي المرمى، تعلن عن الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. لغيرك يا منتخب لا يحلو التعليق والغزل، نحن من أجلك عذاب الكون نحتمل. نعم هذه مهدات كآخر مدافع، يعيد الكرة من جديد إلى الأمام بعيدة، ما فيش خطأ يقول الحكم، وكانت من عن طريق محاولة اللي هي التسديد، محاولة والهدف. لا 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 لا
تحبس النتيجة من جانب المنتخب المصري بعد انفراد بالحارس من أبو تريكة محمد. لمصلحة المنتخب المصري 3-1 لحد الآن في الدقيقة. هيا شاهدوا معنا البينية الجميلة. الدفاع المنتخب الجزائري في المرة الأولى كان الحارس الوناس قوي، ولكن في الثانية أمام المرمى بوتريكا لم يكن كما نشاهد، أو ربما كانت هناك وضعية تسلل، ولكن في الثانية كانت الكرة سهلة أمام المرمى. الهدف تقليص الفريق.